يعني بيعمل حاجات ممتازة جدا، بيسابق الزمن. ليه؟ لأن اللي احنا متأخرينه من سنين عايز أعوضه في إيه؟ في يعني في حاجات بسيطة جدا. يعني الراجل أي مشروع بيبقى عاوز 30 سنة، يقول لك هو سنتين ثلاثة أربعة. فالحمد لله ده راجل عظيم جدا، وهيطلع هيقوم بمصر بصراحة ربنا. يعني أي والله يعني أنا متفائل إن مصر تبقى دولة عظمى. والله أنا متفائل إن شاء الله مصر تبقى دولة عظمى على إيد الراجل ده إن شاء الله يا سيدي. وربنا يعينه ويا رب يبعد عنه اي مكروه ان شاء الله. كان في حاجه ظريفه جدا اتقالت، ان في مليون وحده سكنيه هيتصنف منهم 100,000 وحده سكنيه في 10/3 اللي فات، وطبعا ده طلع فنكوش. مشروع الكفته بتاع اللي هو ابو عاطي طلع فنكوش، ماشي. مشروع قناه السويس طلع فنكوش، والسد انهار واحواض الترسيب انهارت والدنيا باظت. دخلنا على مشروع دلوقتي العاصمه الجديده وملهاش ميزانيه، وان شاء الله ملهاش لازمه اصلا. يعني انت اصلا عندك محل مثلا او عندك شركه وعندك بتاع ده، بدل ما تجيب مكاتب موظفين وتجيب كراسي بتلف وتجيب البرستيج ده، ما تجيب بضاعه، تجيب منتجات، تدخل حاجه. الناس مش لاقيه تاكل، الشباب مش لاقيه تشتغل، وراح تعمل عاصمه جديده. طب ما تعمل مشاريع جديده، ما تعمل مصانع جديده، ما تعمل مدن صناعيه جديده. طب ما تشغل المدن القديمه، ما تشغل مدينه مبارك، ما تشغل مدينه السادات، ما تشغل مدينه العاشر من رمضان، ما تشغل المصانع دي يا اخي. يعني في تمييز، يعني الناس المفروض تفهم. المفروض الناس اللي بتدي السيسي دي تفهم وتشغل مخها. مالكش دعوه بالاخوان، طز في الاخوان، بس شوف مصلحتك انت فين. صد النهضه هيجيب لك ميه، اذا كان هو سد بيحجز عندك ميه هيجيب لك ميه. يبقى مفيش تخلف بقى كده اكتر من كده. يعني ده قمه التخلف بصراحه، ده قمه الاعجاز العلمي. يستعمل ما يستحملش ده شيء انا ما اعرفوش. انما رايي كان نعمل حاجه زي كده هنفك الضغط طبعا من القاهره. ايوه مفيش مشكله طبعا. رايح رك انشاء عاصمه جديده. طبعا ده شيء يشرفنا، وبعدين حاجه هتفك الضغط عن القاهره، وربنا يوفق الرئيس بتاعنا.